أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز الحج بدون محرم؟ لا يجوز للمرأة الحج بدون محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها المرأة. ولما جاء رجل يريد الجهاد وكتب مع الغزو الذي يخرج مع الغزو في سبيل الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجته خرجت حاجة، قال: أرجع فحج مع امرأتي، أرجعه من الغزو ليحج مع امرأتي. لا يجوز. المرأة إذا لم تجد محرما فلتمت، فإن تيسر لها المحرم حجت، وإن لم يتيسر لها وأي حج منه فإنها توكل من يحج عنها، تنيل من يحج عنها.